تعالوا نشوف هرتلة السيسي نفسه. حابب أبدأ بالجزء اللي بيتكلم فيه عن ثورة يناير، ما هو من امبارح وهو دايما بيتكلم عن يناير الهاجس الهاجس. تعالوا نشوف هو عايز يوصل لكم ايه عن ثورة يناير. مش هو قال لكم ان مصر كانت خربانة من قبله وهو الزعيم الملهم؟ تعالوا شوف قال ايه بلسانه السيسي بمؤتمر حكاية وطن، خسرنا 450 مليار دولار سنة 2011. أنا ما أعرفش دول خسرناهم فين، ولا ما أعرفش خسرناهم إزاي، لكن هي دي لعبة السيسي، ده اللي بيروح ويلف ويلف ويرجع له، يضرب أرقام كبيرة عشان يخضك ومحدش يعرف يرد عليه ولا يدور وراه، بس احنا هنرد ودورنا واحنا عارفين الحقيقة وحضراتكم لازم تعرفوها. شوية التصريحات اللي بتتقال والأرقام الكبيرة اللي بتخوف بيها المصريين مش هتنطلي على حد. يناير لعرت كتف البلد ولا سرقت البلد ولا خلتت البلد ومرجعتهاش. وعايز أفكرك إن اللي كان بيحكم أثناء وبعد يناير كان الجيش، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي انت كنت جزء منه، وإذا في سرقة حصلت فانت حرامي، إذا في اختلاس حصل فانت مختلس، إذا في أموال غابت عن خزينة الدولة المصرية بسبب فساد في الحكم فأنت متهم أنت وكل قيادات المجلس العسكري، نقطة ومن أول السطر. عموما في نفس السياق ده قال شوية تصريحات لازم نحللها مع بعض، زي دي مثلا. عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 2011 إلى 2013 جبنا البلد على الأرض، وفي 2011 خلصنا الاحتياطي الـ 36 مليار دولار في سنة ونص، وفي 2011 عينوا 1.5 مليون موظف في الجهاز الإداري. ده الكلام اللي قاله السيسي. موقع صحيح مصر خد تصريح السيسي ده وحلله ورد عليه بالمستندات. بصراحة ده جهد مشكور منهم، يعني مش مشكور جدا منهم انهم ريحونا من عناء الرد على عبد الفتاح السيسي. بالمستندات هتكتشفوا ان مصر ما كانتش خربانة وكانت دولة وبتصدر قبل السيسي وكانت الدنيا زي الفل. الناس عملت ثورة ليه؟ هتقولي عملت ثورة عشان عايزة تعيش احسن. تعال نشوف صحيح مصر وهو بيرد على عبد الفتاح السيسي وعلى كذبه البين. لا مش ده يا جماعة، احنا عايزين الكلام اللي كتبته صحيح مصر اللي بيرد وبيقول لك فين المشاكل اللي كانت حاصلة وفين الديون اللي كانت حاصلة وفين الكلام أو الرد على كلام عبد الفتاح السيسي. بالمستندات مصر ما كانتش مفلسة وما كانتش مخلصة الاحتياطي أبدا. عندنا ولا هي دي اللي عندنا؟ طب هات هات. طيب هتقول أيوة عبد الفتاح السيسي هنا قال لك من 2011 ل 2013 جبنا البلد على الارض. طيب ده شفناه مع بعض. اللي بعد كده هتقولنا اللي بعد كده يا جماعه لو سمحت اللي بعدها. طيب خلي دي شويه عشان نفهمها للناس. بالمستندات هتلاقوا ان مصر ما كانتش مفلسه ومخلصه الاحتياطي. وريتكم قبل كده وحوريكم تاني جدولين بيوروكم الاحتياطي في 2011 شهر بشهر ازاي اتصرف ال 20 مليار في عهد المجلس العسكري مش عهد حد تاني. تمام، يبقى في 2000 ادي قدام حضرتك الاحتياطي، احنا بنتكلم في 25 مليار 23 مليار 26 مليار 25 مليار، دي السنوات الماليه. وده خلينا نشوف اللي بعدها. طيب معلش ما توقفوناش على دي. طيب هنا بالتفصيل علينا ايه وصرفنا كام في عهد المجلس العسكري في 2011 مارس فبراير يناير فبراير مارس. كان عندنا 35 في يناير، فبراير بقوا 33، مارس بقوا 30. ايه اللي حصل؟ اسألوا المجلس العسكري عشان المجلس العسكري هو اللي كان بيحكم. ده بالتفصيل وكل شهر عندك تفصيلة وعندك الأرقام. المهم ان انت في خلال شهرين على مارس ما جاء كان المجلس العسكري مطير 5 مليار دولار. السؤال هنا مين اللي كان بيدير البلد؟
اخوان ولا مرسي ولا احمد الطنطاوي ولا عبد المنعم فتوح ولا عمرو موسى؟ لا الجيش. طيب مين اللي طول في عمر الفتره الانتقاليه؟ الجيش. مين حل البرلمان وكان ممكن يشكل حكومه ويسلم السلطه للحكومه دي ويوقف اي نزيف في الفلوس؟ الجيش. مين اخر نتيجه انتخابات الرئاسه وكان عايز يغيرها؟ برضو الجيش. ومع ذلك وبالرغم من ان الجيش في سنه ونص ضيع 20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، بس يا سيسي انت استلمت البلد بعد الانقلاب وفيها فلوس، فيها تعال فيها كام؟ تعال يا سيدي هنا اهو، في 2012 كان 14 مليار ونص تقريبا، 2012 طبعا عندنا 2013 تجيبه لنا. انا بس عايز اقول لك ان في 2011 في فتره حكم الجيش الانفاق والفلوس عماله تقل تقل الى ان وصل الرئيس محمد مرسي للحكم وكان الاحتياط النقدي 14 مليار 422 مليون زي ما حضراتكم شايفين. تمام. قبله بقى كل شهر الجيش يا سيدي عمال يصرف في شهر واحد 6 مليار 3.7 من 10 مليار 3.4 من 10 مليار 3.2 من 10 مليار. مين اللي كان بيصرف؟ كانت القوات المسلحه. نقطه من اول السطر. بالمستندات برضو هتلاقي مصر كان فيها تحويلات من المصريين بالخارج، مش زي ما السيسي بيكذب اهو، تحويلات المصريين بالخارج. التحويلات ما وقفتش في يوم، ما وقفتش تحويلات المصريين بالخارج في يوم، 34 مليار اهو، كل دي تحويلات المصريين بالخارج. طيب خلينا هنا، تحويلات المصريين بالخارج ما وقفتش في يوم. تحويلات المصريين في الخارج كانت مصدر مهم للعمله الصعبه. المصريين اللي عملوا ثوره، المصريين اللي كانوا عايزين يتخلصوا من نظام فاسد، قاموا بمسؤولياتهم تجاه وطنهم وكانوا بيحولوا فلوسهم علشان بلدهم تقف على رجليها مره تانية. طيب وبالمستندات برضو هتلاقوا ان مفيش مليون ونص موظف اتعينوا ايام الثوره ولا حاجه. تعال نشوف. ادي يا سيدي عدد العاملين بالجهاز الاداري وبالاداره المحليه والهيئات الخدميه والاقتصاديه علشان تعرف ان احنا قدام كذبه كبيره. في 2011 كانوا 5 مليون و4 من 10، 2013 كانوا 5 مليون و7 من 10، 2014 و2015 عفوا كانوا 5 مليون و7 من 10، يعني مفيش مليون ونص تعينوا في الجهاز الاداري ولا حاجه.